بسم الله الرحمن الرحيم. فيلم قصير عن كيفية عمل حساب موقع بريزي وتحميل نسخة مجانية من البرنامج. طبعا هو موقع بريزي هو موقع ممكن نسجل فيه ونكتفي بهذا التسجيل، وممكن نستفاد بكل إمكانياته، وممكن احنا نحمل نسخة تجريبية من البرنامج لمدة 14 يوم. الخطوات تبدأ بالدخول إلى موقع بريزي، الموقع مكتوب قدام حضراتكم، بدي الخطوة رقم واحد، ثم عمل تسجيل بالضغط على رقم اتنين اللي هو في يمين الشاشة بالشكل ده get started، او بالزر give بريزي اتراي، يعني اما بنجرب البريزي او احنا بنعمل حساب. الخطوة التانية بينقلنا على الاسعار بتاعت بريزي المدفوعة اللي فيها كل الامكانيات، او الفري ده بيكون لمدة 14 يوم وبرضه في بعض الامكانيات، لكن ممكن نجربه لمدة 14 يوم. اما اذا كنا عايزين نستخدمه بصورة دائمة على طول، فاما قدامنا حلين اتنين. رقم تلاتة ان نعمل حساب عام ومجاني باي ايميل ايا كان الايميل ده، او حساب تعليمي كمعلم او كطالب، بس بشرط ان البريد الالكتروني بتاعنا بيكون بيحتوي على المقطع ده الاي دي يو في الجزء الثاني بعد علامة الاد. ده رقم ثلاثة اللي هو البابليك او المجاني او العام لاي حد باي ايميل، مش شرط تعليمي. اما النوع الثاني اللي هو الادوكيشنال بلانز، اللي هو بيكون الايميل التعليمي زي ما قلنا بيحتوي على اي دي يو. ايا كان طريقة التسجيل بنبتدي نخش، وليكن بالطريق المجاني. في طريق تاني ان احنا ممكن نعمل حساب عن طريق الاشتراك بالفيسبوك او باللينكدين، دي احدى الشبكات الاجتماعية المعروفة. نحط الاسم والاسم الاخير والايميل والباسورد الى اخر هذه البيانات التسجيل. طبعا بيوصل رسالة على الايميل الخاص، دي طبعا البيانات اللي بتبقى مطلوبة مننا، وزي ما احنا شايفين ممكن نسجل بالفيسبوك او اللينكدين اللي هما بعض شبكات التواصل الاجتماعي. اما التسجيل عن طريق تعليمي او حساب تعليمي، ده بيكون مؤسسة تعليمية زي جامعة او مدرسة، لازم يكون في اكستنشن بتاعها اي دي يو بالشكل ده. بنحط الايميل وبنعمل فيريفاي او تأكيد، بيبعت لي ايميل على الايميل اللي انا مدخله عشان اقدر افعل الصفحة عشان يتأكد ان الايميل مظبوط. دي الطريقة التالتة. بعد كده بناخد بالنا من حاجة، بعد ما بنيجي للمرحلة دي بيبقى قدامنا احد طريقين، اما ان احنا بنحمل نسخة مجانية من البرنامج زي ما احنا شايفين بتتحمل، وهنشوف هيبقى شكلها عامل ازاي في الصفحة، او ان احنا بندخل على الحساب بتاعنا بالشكل ده. بعد ما بنسجل بنلاقي الاسم مكتوب هنا، يبقى معنى كده بيبقى مكتوب هنا لوج ان في الاول، بحط البيانات بتاعتي اليوزر نيم والباسورد، بلاقي اسم موجود هنا، يبقى دي الصفحة الخاصة بيا وفيها البريزي او المشاريع اللي انا كنت عاملها في باستخدام برنامج بريزي. زي ما احنا شايفين النسخة رقم 8 هنا في امكانية لان احنا ننزل نسختين، النسخة الاولانية خاصة بالويندوز ودي برضو بتكون نسخة تجريبية لمدة 14 يوم، او النسخ اللي خاصة بالموبايل. وبكده بنكون عرفنا خطوات التسجيل لورشة العمل. لازم نكون عاملين الحساب بتاعنا عشان نبدأ في الورشة ان شاء الله بمشيئة الله. والى ان نلتقي نترككم في رعاية الله وامانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.